خلينا نروح مع حضراتكم ونشوف، يعني خلينا نشوف مقاطع كده نسترجع بيها مع حضراتكم ذكرياتنا مع الفنان الكبير صلاح السعدني، ودي أقل حاجة ممكن نقدمها لفنانين ومحبين صلاح السعدني. تصدق بالله كل حاجة جاهزة، العفش عملته على إيدي في الورشة، وهي جهزة الستاير، وأول أجازة هنزلها هتكون الدخلة إن شاء الله. ما تبيع الفدان لحيلتك وتشتري بيه غنم وأنا أمشيلك بيها، إيه؟ نبقى شرك، أنت براس المال وأنا بمجهودي، بلا أرض بلا وجع حالك. إيناس، أنا مش عندي اجتماع في لجنة الإسكان الليلة. عاطف، ما تحرجنيش قدام بابا عاطف، هتروح عيد ميلاد أختك وهتجيب لها كمان هدية قيمة معاك. طب لما انت عايزاني اروح عيد الميلاد واخد هديه كنت قولي لي وبابا هنا، على الاقل كنت اديت له فلوس راح هو اشتري الهديه وريحني. انت بتتكلم بروح انهزاميه. الفن يا استاذ بيرتقي بالشعوب، بيغيرها للافضل، بيسمو بيها، والامثله على كده كتير. ابويا زي ما علمك الفن والصنعه اللي بتهرسهم برجليك النهارده، علمك اصول الجدعنه المرجلة، وإنك لما تحتاج صنايعي من عندي لازم تاخد مني الإذن الأول. عملت نفسي بنظف الصندرة واتسحبت وطلعت على فوق، وفي إيدي مفرمة اللحمة الخسرانة، وهات بقى بالمفك فك مسمار من هنا، زيد شوية هنا، روق هنا. إذا نفر منكم اتنيل على عينه بحموريته وبغبائه وبجهله وقال كلمة كده ولا كده، يبقى الدبح فيه حلال. ايوه يمسك. دبح ايه؟ دبح ايه انت؟ اصلح له يرمي نفسه في البحر قبل ما ايدك تطول. خد يا اخوان انت بدت ايدك خد. هذا امر لا نقاش فيه، التعامل مع الصهاينة او التطبيع معاهم امر مرفوض نهائي.